في هذه الحصة سوف أتحدث عن صور الدعوة أو أشكال الدعوة، نقول صور الدعوة أو أشكال الدعوة أمر سيان. الدعوة عندما تقدم أمام المحكمة فإنها تأخذ صورتين أو شكلين، فهي إما تقدم على شكل طلبات وإما على شكل دفوع أو دفاع. بالنظر إلى موقع من يقدم ذلك الادعاء، فإذا نظرنا إليها من زاوية المدعي فيعتبر أمر طلبا، ما يقدمه المدعي إلى المحكمة يعتبر دفاعا، يعتبر طلبا، أي أنه يطلب من المحكمة أن تقدم لها طلبا لتحكم له بشيء. وفي مواجهة هذا الطلب يقدم المدعي عليه بطبيعة الحال دفاعا، يطلب من المحكمة أن ترفض الاستجابة لطلب المدعي بالوسائل التي قررها القانون. وبطبيعة الحال الطرفان معا يتبادلان المواقع كما قلنا مرارا وتكرارا، ليس هناك مدعي ثابت وليس هناك مدعى عليه ثابت، الأطراف إذن يتبادلان المواقع حسب مجريات الأمور في الدعوة وفي القضية المعروضة على المحكمة. لكن نحن من أجل تسهيل الدراسة فقط نقول بأن الطلبات هي ما يقدمها المدعي، والدفاع هو ما يقدمه المدعى عليه، وإن فإن الأمر هذا ليس دقيقا تمام الدقة، لأن المدعي قد يقدم المدعى عليه قد يقدم بدوره طلبات فيصبح مدعيا، كما أن المدعي نفسه قد يتحول إلى مدعى عليه لمواجهة الطلبات التي يقدمها المدعى عليه، وهكذا يقع تبادل الأدوار بين الأطراف. نبدأ أولا بدراسة النوع الأول وهو الطلبات. الطلب جمع طلبات، إذن هو كل الادعاءات التي تقدم إلى المحكمة من أجل الحكم فيها، هي مجموعة من المطالب من الادعاءات من المزاعم التي تقدم إلى المحكمة، ويطلب أحد الطرفين من المحكمة أن تحكم له بما جاء أو بما ورد فيها. ولذلك عندما نقول الطلب الدعوة فإننا في الحقيقة نتحدث عن الدعوة نفسها، لأن الطلب هو مضمون الدعوة، وبالتالي لا فرق في الحقيقة بين كلمة طلب وكلمة دعوة أو كلمة ادعاء، كلها معاني أو مفردات تفيد نفس المعنى، ما دام المدلول والمقصود في الحقيقة هو هذا الأمر المقدم إلى المحكمة لأجل الحكم فيه. الطلبات تقسم عدة أنواع، تقسم أولا في تقسيم أولي إلى نوعين كبيرين، إلى طلبات أصلية وطلبات عارضة. طلبات أصلية وطلبات عارضة، بالفرنسية نقول دومون برينسيبال، أصلية أو أساسية أو أولية، وعارضة طلبات عارضة أي انسيدون، تأتي لاحقا تأتي عارضة بعد تقديم الطلب الأصلي. وأساس التمييز بين النوع بين الطلبين، أساس التمييز بين الطلبين أن الطلب الأصلي هو أول طلب يقدم إلى المحكمة وهو طلب واحد لا غير، وأن الطلب العارض أنواع متعددة، ولكن نقول الطلبات العارضة ونقول الطلب الأصلي، لا نقول طلبات أصلي، الطلب الأصلي طلب واحد، في حين أن الطلبات العارضة هي أنواع وتختلف حسب موقع مقدمها وحسب مضمونها وحسب هدفها وغايتها. فأساس التمييز إذن ما بين الطلب الأصلي والطلبات العارضة ولحظة زمنية فارقة بينهما، ولحظة زمنية فارقة بينهما، وأن الطلب الأصلي هو أول طلب يقدم إلى المحكمة، وأول طلب يقدم إلى المحكمة نسميه ونصطلح بالطلب الأصلي، ويعبر عنه عادة في العمل القضائي بالمقال الافتتاحي، بالمقال
لافتتاح المقال لأنه مقال مكتوب، وافتتاحي لأنه تفتتح به الخصومة القضائية، ولذلك أسميناه بالطلب الأصلي، أي أول طلب يقدم إلى المحكمة، والذي يفتح باب الخصومة القضائية، الذي يفتح باب الخصومة القضائية. وهذا الطلب الأصلي الذي تفتح به الخصومة القضائية له شروط ويرتب آثار، وهذا هو أهم ما فيه، لا بد فيه من شروط حتى يكون صحيحا مقبول واجب النظر من قبل المحكمة، كما أنه يرتب آثار قانونية متعددة ومتنوعة وفي اتجاهات مختلفة. نبدأ أولا بشروط الطلب الأصلي، ماذا يجبغي أن يتضمن الطلب الأصلي، ثم نبحث في آثاره لاحقا. الشروط نظمتها مادتان أو فصلان معروفان في قانون المسطرة المدنية، هما الفصلان 31 و 32، فصلان 31 32 هما الفصلان المتعلقان بشروط تقديم الدعوة، بشروط تقديم الدعوة والبيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الدعوة. بالرجوع إلى الفصلين، هذا الفصلين 31 32، مشرع قال فيهما أن الدعوة أولا تقدم إما في صورة مقال مكتوب أو تصريح شفوي، إما في صورة مقال مكتوب وهو الغالب أو في صورة تصريح شفوي. معنى تصريح شفوي أي أن المدعي يتقدم إلى كتابة الضبط ويدلي بأقواله ويدون كاتب الضبط ذلك في المحضر، فنقول هذا تصريح شفوي وهو نادر، لأن المسطرة أغلب الحالات هي مسطرة كتابية، ونادرا ما نلجأ إلى المسطرة الشفوية وما يسمح المشرع باستعمال المسطرة الشفوية. فإذا المقال الافتتاحي أو الطلب الأصلي في الغالب يقدم بمقال مكتوب، وبطبيعة الحال لا بد من التذكير على أن هذه الازدواجية نسبية، على كل حال هذه الازدواجية بين المسطرتين الشفوية والكتابية هي قاصرة على المرحلة الابتدائية فقط، أما أمام محكمة حاكم استئناف ومحكمة نقد فالمسطرة دائما وأبدا هي مسطرة كتابية، إنما الازدواجية وهي على قلتها كما قلنا، فالازدواجية هي قاصرة على مرحلة الدرجة الأولى، أما في المراحل اللاحقة المسطرة دائما كتابية. وبطبيعة الحال عندما نقول المسطرة الكتابية، عندما يشترط المشرع المسطرة الكتابية، هذا يفيد أو يعني ضرورة وجود محامي. في المسطرة الشفوية يمكن الإنسان أن يقدم تصريحه من تلقاء نفسه، يعني يمكن أن يستغني عن المحامي، ولكن في عندما يفرض المشرع المسطرة الكتابية وجود محامي ضروري. إذا قلنا أن المقال الافتتاحي والطلب الأصلي لابد أن يقدم إما بتصريح شفوي أو بمقال مكتوب يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة، وكاتب الضبط بطبيعة الحال يؤشر، معنى يضع طابع المحكمة ويؤرخه ويضع تاريخا على ذلك النسخة ويحتفظ بنسخة ويرجع الثانية للمدعي لتبقى بيده دليلا على تاريخها وعلى تقديمها، لأنه قدمها إلى المحكمة وعلى أنه كذلك قدمها بتاريخ معين، لأن التاريخ له آثار قانونية في غاية الأهمية سوف نشير إليها لاحقا. المقال لا بد أن يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها المشرع، والبيانات الأساسية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالهوية الكاملة للمدعي وعنوانه وللمدعى عليه وعنوانه. وبطبيعة الحال من مصلحة المدعي أن يقدم معلومات صحيحة، دقيقة وصحيحة، لأن المحكمة ليس من شغلها أو من عملها أن تدقق في هذه المعلومات. إذا أدلى بعنوان ناقص للمدعى عليه فمعنى ذلك أنه سوف تعترضه مشاكل عند تبليغ هذا المقال وسوف تتعطل مصالحه، إذن لا بد أن يدي بالعنوان الصحيح له
وللمدعى عليه حتى تستطيع المحكمة أن تبلغ المدعى عليه بهذا العنوان الصحيح، وأي خطأ لا في الأسماء ولا في العناوين ولا في الأرقام يمكن أن يعرض المسطرة للتعثر، وهذا لا يخدم بطبيعة الحال مصالح الطرف الأصلي الأساسي في هذا الدعوة وهو المدعي. إذن لا بد من تقديم البيانات الكاملة، ثم لا بد من تحديد موضوع الدعوة، لا بد من تحديد موضوع الدعوة. موضوع الدعوة أي موضوع الادعاء، ماذا يدعي المدعي، ماذا يريد من المحكمة، ولماذا يطلب من المحكمة هذا المطلب. لا بد أن يقدم المعلومات الكافية عن وقائع النزاع أو وقائع القضية أو عن الظروف التي وقعت فيها قضية أو نزاع من النزاعات، حتى تستطيع المحكمة أن تفهم موضوع القضية وأن تطبق عليه النصوص القانونية الواجبة التطبيق. فتحديد موضوع الادعاء أساسي بالنسبة، وهو بطبع الحال من آثار هذا التحديد ضرورة ارتباط المحكمة كما أشرنا في الأسبوع الماضي، ارتباط المحكمة بموضوع الدعوة. الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يلزم المحكمة بأن تلتزم بالبت في حدود طلبات الأطراف، وكيف لها أن تعرف هذه الحدود إذا لم تكن هذه الحدود واضحة ومحددة في طلب المدعي. ثالثا، لا بد من إرفاق المقال بالحجج المثبتة، لا بد من إرفاق المقال بالحجج المثبتة. فالإدلاء بالحجج التزام يقع على المتقاضي، التزام يقع على المتقاضي. المبحث المحكمة لا تبحث عن الحجج، المحكمة لا تبحث عن الحجج، المحكمة المدنية القاضي المدني ليس هو القاضي الجنائي، القاضي الجنائي قاضي تنقيبي، قاضي باحث يبحث عن الحقيقة، أما القاضي المدني فهو قاضي تقدم له الحجج ولا يحكم إلا بناء على الحجج، ولا يمكن للقاضي أن يطلب من الأطراف الإدلاء بحججهم. عدم الإدلاء بالحجج معناه يفيد عدم التوفر عليها. لا بد من القاضي أن يتخذ المبادرة من تلقاء نفسه إلى تقديم الحجج المثبتة، لأنه هو الذي يدعي، هو الذي يدعي، وبما أنه هو الذي يدعي عليه أن يثبت، عليه واجب الإثبات، عليه واجب الإثبات، والمحكمة لا تساعده في ذلك، فإذا طلبته تكون كمن ساعدته وانحازت إليه. إذن لا بد يقع إدلاء بالحجج على عاتق الأطراف. عندما يتعدد المدعى عليهم، عندما يتعدد المدعى عليهم، من يتعدد؟ أي عندما يرفع شخص دعوى ضد عدة أشخاص، ضد عدة مدعى عليهم، عندما يتعدد المدعى عليهم يجب أن تقدم الدعوى في نسخ مساوية لعدد الخصوم. هذا كذلك التزام يقع على عاتق المدعي. إذا رفع المدعي دعوى في مواجهة 4 أشخاص يجب أن يقدم 4 نسخ على الأقل، يجب أن يقدم 4 نسخ على الأقل، لأن هؤلاء المدعى عليهم نحتاج أن نبلغ لهم هذا المقال، وبالتالي يجب أن نبلغ لكل مدعى عليه مقالا ليعقب ويرد عليه، وبالتالي إذن يقع على واجب المدعي أن يقدم النسخ، لأنه رفع الدعوى على عدد من المدعين، فلا بد أن يقدم لكل واحد مقالا حتى يجمع عليه. وأخيرا، يجب على المدعي أن يرفق مقاله بوصل يثبت أداءه للرسوم القضائية. لابد من إرفاق المقال بوصل، معنى وصل بشهادة، بوصل يعني بوصل بشهادة تسلمها له كاتب الضد في صندوق المحكمة على أنه أودع الرسوم. لابد أن يتقدم أولا إلى صندوق المحكمة ليودع الرسوم القضائية، والموظف المكلف باستخلاص الرسوم يعطيهما يثبت أنه دفع هذا الرسوم، ذلك الوصل يرفقه مع المقال الذي يقدمه لكتابة ضبط المحكمة. هذه إذن هي باختصار شديد هي البيانات والمعلومات والوثائق الضرورية التي يجب على المتقاضي أن يرفق بها مقاله. في حالة إغفال أحد البيانات، في حالة إغفال أو نقصان أحد البيانات،
إغفال أو نقصان، يعني عدم تقديم عنوان صحيح أو عدم تقديم العنوان الكامل أو خطأ في كتابة بعض الأسماء أو غير ذلك، المشرع فرض على القاضي أو على المحكمة أن ينذر الطرف المخل بضرورة التصحيح داخل أجل يحدده له. إذن واجب أو واجب الإنذار واجب يقع على القاضي بأمر من المشرع. المشرع أمر القاضي عندما يلاحظ أن هناك خلل، أن هناك نقص في البيانات، ويجب أن لا نخلط ما بين البيانات والحجج. في البيانات، بيانات يعني معلومات متعلقة بالمقال، متعلقة بالهوية، متعلقة بالشخص، القاضي يجب عليه إنذار، إنذار معنى إنذار يعني إخباره أولا ومنحه مهلة، إنذاره ومنحه مهلة معنى أجل معين 15 يوم 20 يوم شهر شهر ونصف مهلة لتصحيح المقال. وهل المقصود بها التصحيح هو إكمال النقص الموجود في البيانات المقدمة للمحكمة؟ وهذا الإنذار بطبع عدم توجيه الإنذار بطبيعة الحال يترتب عليه بطلان الحكم، يترتب عليه ضد حكم القاضي دون مع وجود دون إنذار ولم يكن بها الإنذار، فإن هذا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم وأن يكون سببا من أسباب الطعن في ذلك الحكم عند الطعن فيه. نعم. طبعا نعم، الرسوم القضائية تفرض عن كل مقال، وعن الطعن غادي يمشي لمحكمة أخرى ماشي نفس المحكمة عندما يطعن. نعم. إذا كان المساعدة القضائية إذا حصل عليها بمقتضى القانون فيعفى من أداء الرسوم، وإذا لم يحصل من محل الأجراء معفون بحكم القانون، وإذا حصل عليها عن طريق الطلب كذلك يتمتع بالإعفاء. المساعدة القضائية ماذا تشمل؟ تشمل الإعفاء من أداء الرسوم والحق في محامي، الحق في أن تعين له هيئة المحامين محاميا ينوب عنه ويترافع عنه، ولكن بطبيعة الحال المساعدة إما قررها المشرع قالوا وإما تطلب، وتطلب عند الطلب يمكن أن تقبل ويمكن أن ترفض. نعم. قتل مساعدة القضائية لا تشمل مرحلة النقد بالنسبة للأجراء مثلا الذين يتمتعون بالمساعدة القضائية بحكم القانون يتمتعونها ابتداء واستئناف، وفي مرحلة النقد إذا أراد أن يطعن بالنقد يجب عليه أن يطلبها، يجب عليه أن يطلبها يقدمها يولي يتساوى معهم الناس فيطلبها وإما أن تمنحها له محكمة أولى. نعم. نعم عاود الرسوم القضائية. طيب الرسوم القضائية قسمان، الرسوم القضائية القسمان، هناك رسم جزافي. ماذا رسم جزافي؟ أي يختلف باختلاف أنواع القضايا، في الغالب 300 درهم، في الغالب الرسم الجزافي في أغلب القضايا هو 300 درهم، هذا يسميه الرسم الجزافي. ماذا جزافي؟ يعني يتحدد حسب نوعية القضية، دعوة عادية 300 درهم، أمر بالأداء 50 درهم مثلا، هذا نسميه الرسم الجزافي، يعني محدد جزافا. وعندنا بالإضافة إليه رسم متغير، رسم متغير، هذا الرسم المتغير متعلق بقيمة الطلب، بقيمة الطلب، بقيمة ما يطلب المتقاضي، 1% من قيمة ما يطلب، هذا اسمه الرسم المتغير. يعني إذا طلب 10,000 درهم، 10,000 درهم غادي يعطينا 100 درهم، هذا الرسم الجزافي زائد 300. إذا أعطى يطلب منا مليار يعطينا 10 مليون، حسب قيمة قيمة الطلب. هذه هي الرسوم. إذا الرسوم فيها رسم واحد، رسم جزافي ورسم متغير. المصاريف الأخرى كنخصو نميزو ما بين الرسوم والمصاريف. مصاريف أمر آخر. شنو المصاريف؟ مصاريف أتعاب الخبرة مثلا، محكمة عينت خبير أو المتقاضي طلبة عينة خبير، أو المحكمة عينت من تلقاء عين نفسها خبيرا، أتعاب الخبير تحددها المحكمة عندما تعين الخبير تحدد له أتعابه. هذه الأتعاب
تكلف احد الطرفين بايداعها في صندوق النقد. ما تدخلش في الرسوم بحالها مستقله. الناقد تكون في قضيه نديروا فيها خبير وعشرات القضايا ما نديروش فيهم خبير. اذا عينت المحكمه خبيرا كلفت في نفس الوقت من يؤدي الاتعاب، وفي اغلب الاحيان يؤدي هذه الاتعاب يؤديها من طلب الخبره او المدعي الذي يطلب منه الخبره والذي جعل الخبره يطلب منه والذي يتحمله. وفي حاله بطبيعه عدم اداء هذه المصاريف فالمسترد تحطها لا تتحرك المسترد دون لا بد من ادائهم، ومصاريف المحامي واتعاب المحامي كذلك تدخل باتفاق بين الطرفين. الرسوم نقصد بها هذا الرسم الجزافي وهذا الرسم المتفرد. نمشي الآن آثار الطلب. نعم تفضل. تحكم بعدم قبول المقال على حالته. اسمه ولفوا القبضة تقولوا رفض الطلب على الحالة. عن الحالة أي على الحالة التي جاء بها وهي حالته. كيف جاء الطلب؟ ناقصا جاء الطلب ناقصا، اذا نفضه على حالته. اعطينا انذار باش يصحح لنا المقال، فلم يصحح داخل الاجل ولم يتقدم باي عذر، فتحكم المحكمه بعدم قبول الدعوى على 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 حالتها. نعم حال طلب على الحاله او رفض الطلب على عدم قبول الدعوى او رفضه، هذه كلها كنسميوها احكام يسميها الأحكام المنهية للخصومة غير البادة في الموضوع. منهية للخصومة ولا غير الفاصلة في الموضوع. نهاية الخصومة معنى نهاية الخصومة، يعني وضعت حق التقاضي أمام المحكمة ولكنها لم تبت في موضوع الدعوة. عدم حكم بعدم اختصاص، حكم بعدم قبول انعدام الصفة، الحكم الدعوة على 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 الحالة، كلها أنهت الملام والمرافعة أمام المحكمة ولكن الموضوع بقي عالقا ولها احكام خاصه غادي نرجعوا لها. نتكلموا على استئناف الاحكام غادي نرجعوا لهذه النقطه نقلوا عليها ديال الاحكام غير الباده في موضوع الدعوه. نعم تعطيل لا تعطيل مع النسعه لسميتها التعطيل مع النسعه التعطيل الدعوه، يعني هذا تصرف يمكن للمتقاضي يقوم بعض التصرفات التي يؤخر بها الدعوه. قيت يتماطر يطلب المهله وما يجيش في المهله الاولى وعاود يجاوب القاضي يبقى يبكي عليه ويطلب مهله ثانيه ويمكن القاضي ولا يعطيه، ولكن غادي يوصل واحد الحدود يوصل واحد النقطه القاضي صافي ما يزيدوش مهله. هذا هو التعطيل. التعطيل يعني اتخاذ سلوك ديال الهدف منه هو التاخير والمماطله، وهذا بطبيعه الحال هو التعسف. يدخل باب التعسف باستعمال حق التقاضي والمشرع في الفصل 5 من القانون المصري يقول يجب ممارسه التقاضي بدون تعسف. ممارسه التقاضي بدون تعسف ويمكن خصم الطرف الاخر هو المدعى عليه عندما يعقب على مقال المدعي يمكنه ان يطالب بتعويض عن هذا التعطيل عن هذا التعسف اذا ثبت بطبيعه الحال للمحكمه. طيب تفضل. نعم فصول متفرقة في نجد فصول متفرقة في قوانين خاصة وفي دعوى قضايا خاصة. قد يشترط المشرع إجراء معينا تكلمنا عن الأذن مثلا لا بد من تقديم. قد يشترط إدخال معين جهة معينة لا بد من المهم. قلنا مثلا المشرع الفصل 514 قلنا عندما ترفع دعوة أي دعوة في مواجهة الدولة لا بد من إدخال في قضية لا علاقة لها بالضرائب تستهدف الحكم على الدولة بمبلغ مالي، لا بد من إدخال العون القضائي. إدخال العون القضائي لك شنو هو العون القضائي؟ العون القضائي هو موظف بوزارة المالية يمسك حسابات الدولة ولا على المهم هذه هو انه بس حسابات الدولة يعرفوا يمسكوا حساباتها يمسكوا الجداول المتعلقة بما تصرفه الدولة وما تستخلصه، وبالتالي بما ان هذا الدين سوف يدفع من خزينة الدولة وميزانية الدولة اذا هو لا بد ان يكون طرفا حتى يعرف ماذا سوف يحكم به على اذا في حالة عدم ادخال هذا العون القضائي الدعوة تكون غير مقبولة. وهناك ايضا
نصوص أخرى في قوانين متعددة يشترط فيها المشرع إجراء معين، فلا بد من استفادة ذلك الإجراء. يتحدثون عن الإجراءات العامة للتقاضي، الإجراءات العامة للتقاضي، إما التفاصيل فلا يمكن أحصرها ولا يمكن أن يوضع لها حصر. نتقل الآثار، نعم نتقل الآثار، آثار تقديم الطلب الأصلي. ماذا يرتبها الطلب الأصلي من آثار عندما يرفع إلى المحكمة؟ الطلب الأصلي، نقول الطلب الأصلي ولا نقول الدعوة أمرسيا كما قلنا في الأول؟ لو قلنا ما هي آثار تقديم الدعوة، بحال إذا قلنا ما هي آثار تقديم الطلب الأصلي، بحال نفس المعنى. عندما يقدم طلب قضائي إلى المحكمة يرتب آثارا متنوعة. تقديم الطلب القضائي للمحكمة يرتب مجموعة من الآثار، الآثار كتمشي تسير في ثلاثة اتجاهات. يرتب آثار في علاقة الطرفين بينهم فيما بينهما، في علاقة الطرفين أي في علاقة المدعي بالمدعى عليه. يرتب آثارا في علاقة المدعي بالمحكمة نفسها، ويرتب آثارا بشأن موضوع الحق الموضوع النزاع أو موضوع الادعاء. نقول إن الطلب تقديم الطلب الأصلي يرتب آثارا متعددة، بعض هذه الآثار يتعلق بأثر الطلب الأصلي إزاء المحكمة ناظرة في النزاع، وبعض هذه الآثار تتعلق بعلاقة بين طرفين متنازعين، وبعض هذه الآثار تتعلق بموضوع الحق المتنازع عليه وموضوع الادعاء. نبدأ بعلاقة، شوف تسلسل، وانظر في أثر الطلب الأصلي إزاء المحكمة. تقديم الطلب الأصلي، الأثر الأول الذي يرتبه هو ما تفرضه المادة أو الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. هذا الفصل كل مرة نعود إليه لأهميته. ماذا يرتبه؟ التزام المحكمة بالبت أو الفصل في حدود طلبات الأطراف. التزام، هذا هو الأثر الأول. عندما يقدم طلب إلى المحكمة، إلى المحكمة ماذا يقع عليها؟ أنها تلتزم بهذا الطلب، أنها تلتزم بهذا الطلب. ما معنى التزام المحكمة بالطلب؟ والفصل 3 شرحناه، نعود له مع الاسم. يجب المحكمة أن تفصل في حدود طلبات الأطراف. معنى تفصل في حدود؟ الزيادة ممنوعة، الزيادة غير جائزة، ولكن يمكنها أن تنقص. وهذا النقطة علاش كنقول لكم بزاف ديال الطلبة شحال من مرة كنعطيهم هذا السؤال، كيزيدوا هذيك تنقص، كيزيدوها من عندهم. كيقول لك المحكمة لا يمكن أن يحق لها أن تزيد، وهذيك تنقص كتخرج له غير بوحدها، كيزيدها، وكيزيدها الجواب. ما تقولوش المحكمة لا تزيد، لك لا تنقص، ما تنقصش ما علاش تنقص؟ لأنها تحكم واحد طلب 2 مليون، الحكمة هو ممنوع عليها تزيدو، ولكن تقدر تعطيه غير مليون، تعطيه غير 5000 درهم، هذاك الشيء اللي تبت لها، هو يطالب حتى بمليار، ولكن ما ثبت أمام المحكمة هو أقل من إذا المحكمة تفصل، هذا ما تفصل في طلبه، أي تعطيه أو لا تعطيه، ولكنها لا يمكنها أن تزيد، لا يمكنها أن تزيد. إذن النقطة الثانية، وذلك التي تختلط فيها الأمور، لابد من فيها من التدقيق والتوضيح. قول المحكمة قلنا لا تزيد ولكن تنقص. المحكمة لا يجوز لها أن تغفل الفصل في بعض الطلبات. معنى لا يجوز أن تغفل، يعني يجب أن تنظر. لا تغفل، يجب أن تنظر، تعطي أو لا تعطي حقها، ولكن يجب أن تبت. مثلا واحد شخص يطلب دين، طالب بالدين وبفوائده، الدين وفوائده، أو يطالب بالدين ويقول هذا الدين دين من الديون الممتازة. تعرفوا الديون الممتازة كتكون هي الأولى في التوزيع التصفية. إذن يطالب المحكمة تنظر في الدين وتسكت عن الفوائد أو تسكت عن الديون، يقولوا هذا إغفال. معنى الإغفال، الإغفال هو عدم النظر، هو الإغفال هو عدم النظر لا بالإيجاب ولا بالرفض. الرفض لا يعد إغفالا. إذا قلت المحكمة أعطته الدين وقلت لا تستحق الفوائد، هذا ما نقولوش فيه إغفال، نقول هذا فصل في الموضوع، إذا فصلت قد الدين تا
ثابت أعطت الدين ولكنها ارتأت أن الفوائد غير مؤكدة أو أن الامتياز الذي دعاه له غير موجود. إذن بتت في الأمرين معا، استجابت للأول ورفضت الثاني. نقول هذا أنا لا يعد إغفالا. شنو هو الإغفال؟ الإغفال هو أن هو أن لا تنظر، لا تجيب نهائيا، لا بالموافقة ولا بهذا. نقول إغفال البت في أحد الطلبات، وهذا لوحده سبب من أسباب إعادة النظر. طعن خاص وضع المشجع النظر طعن في الأحكام من بين أسبابه إغفال البت في أحد الطلبات. إن المتقاضي قدم للمحكمة المضية تنظر في طلبه، ماشي تغفل يعني ما دتاش فيه، دابا تغفل من يكت عليه بالدارجه، ما عطاتوش وقت. وهذا بطبيعه الحال لا يجوز، لان واجب المحكمه ان تنظر في طلبات الخصوم وان تقضي بها ايجابا او سلبا. اذن هذا الاثر الاول، القاعده الاولى، يجب على المحكمه ان تبت في حدود طلبات الطرف، ولا يسوغ لها ان تغير موضوع او سبب هذه الطلبات. لا يجوز لك أن تغير معنى السبب موضوع، أن تحكم في أمر لم يطلبه المتقاضي، لا تحكم له إلا بما يطلبه أو ترفضه. أما ما لم يطلبه فلا حق لها أن تحكم له به، ولا حق لها أن تغير موضوع هذه الطلبات. إذن هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، قلنا لا تزيد، احنا قلنا شرحنا ليس من حق المحكمة ان لا تزيد، هي ان تعطيه اكثر مما طلب عليه. لا يجوز المحكمة ان تعطي للمتقاضي اكثر مما طلب منها تحت اي سبب او اي ذريعة، اما بعد ان اعطت اكثر مما طلب معنى انحازت للطرف الاخر، وهذا كذلك سبب من اسباب اعادة النظر. اذا واحد المحكمة اعطت لواحد الشخص، واعطيتكم في الاسبوع الماضي امثلة وما قبل ما تكون امثلة من المادة الشغلية ومن حوادث السير، يعني كل محكمة تحتاج تأثير الحالة المصاب أو غيره وتتأثر فتعطيه أكثر، نقول هذا التأثر ليس في محله، هذا التأثر مخالف لقواعد القانون. يجب أن المحكمة أن تلتزم بما أمرها به المشرع وأن تحكم للمتقاضي في حدود بحدود طلبته بدون زيادة. النقطة الأثر الثاني يتعلق بالاختصاص. عندما تحدثنا، إذا ذكرت قبل قليل، عندما تحدثنا عن 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 عن, عن تقديم المقال، قلت لكم إن عندما يقدم المتقاضي مقاله إلى الكاتب الضبط، كاتب الضبط يضع عليه تأشيرة بتاريخه، لتحديد تاريخ تقديم المقال. ذلك التاريخ علاش درناه؟ لما يترتب منه من آثار. ذلك التاريخ هو التاريخ المعتبر قانونا في تحديد اختصاص المحكمة. ذلك التاريخ الذي وضع الذي قدم به المقال، والذي ثبت لنا بماذا ثبت لنا؟ بتأشيرة كاتب الضبط عن المقال، نعتبره هو التاريخ معتمد في تحديد اختصاص المحكمة. كيف يتغير اختصاص المحكمة؟ يتغير اختصاص المحكمة مثلا بانتقال المدعى عليه. ونحن نعرف أن القاعدة الجوهرية والأساسية في موضوع الاختصاص المحلي هي محكمة موطن المدعى عليه. هذا هو القاعدة الجوارية. المتقاضي عندما يريد أن يرفع دعوى على شخص يجب أن يتوجه إلى محكمة الموطن، أي المحكمة التي يقطن فيها ذلك المدعى عليه. طيب إذا رفعنا دعوى على مدعى عليه يسكن في وجدة، ثم لسبب في هذا التاريخ في 20 مارس ثم انتقل إلى الرباط، هل نتبعه إلى الرباط؟ لا يعقل. وإذا تبعناه إلى الرباط وانتقل إلى مراكش، هل نتبعه إلى مراكش؟ ما؟ إذن هنا وضع المشرع القاعدة، قال التاريخ الذي تقدم فيه الدعوة هو التاريخ المعتمد لتحديد اختصاص المحكمة. شو الهدف من هذه القاعدة؟ منع هذه القاعدة أن يوضعوا محكمة، تحديد محكمة معينة محددة
ومنع المدعى عليه من إمكانيته. قلتها قبيلة تماطل والتلاعب، تماطل والتلاعب بمسائل القضايا يمكن أن تخول له نفسه أنه إذا رفعت عليه دعوة ينتقل إلى مدينة أخرى ويتخلص من هذه الدعوة. فتلافيا لكل ذلك قررنا أن المحكمة المختصة التي تعتبر مختصة هي المحكمة التي يقدم إليها تاريخ وتقديم الدعوة، هو التاريخ المحدد ومعتبر تحديد اختصاص المحكمة. المحكمة ما نقولوش على المحكمة تتماطل، المحكمة لا تتماطل، المتماطل هو المتقاضي. المحكمة تتأخر في الفصل في النزاع، والآجل التي يضعها المشرع هي 7 أيام و15 يوم، هذه آجل لا يترتب عليها أي أثر، هذه آجل تنظيمية. ماذا تنظيمية؟ أي من أجل تنظيم المسطرة، ماشي آجل لتفرض على القاضي، يبغى القاضي أن يفصل القضية داخل آجل شهر، ماشي معناه أن خصو ضروري يفصل فيها داخل شهر، شهر قل من شهر فوق من شهر، مش ليس لا يترتب عنه أي أثر، ما هو نسميه آجل تنظيمية، ماشي بحال آجل ديال الطعن، المتقاضي منين نقول له عندك 30 يوم باش دير الطعن، نهار 31 يوم ما نقبلش الطعن ديالك. هذا امر موضوع اخر، هذه مسؤوليه الدوله، هذه مسؤوليه الدوله على النشاط القضائي، مسؤوليه الدوله هذه على النشاط القضائي، وهذه المسؤوليه ديال الدوله راه دخلنا احنا في المغرب ولات عندنا حتى 2011 ما كانتش عندنا مسؤوليه الدوله على النشاط القضائي، قررت في المغرب لاول مره واقتضى دستور 2011. قبل 2011 ما كانتش عندنا مسؤوليه الدوله، كان عندنا مسؤوليه القاضي فقط، تنتبهوا على القاضي واحد غيش ولا واحد الغدر ولا واحد التدليس عادي يمكن لنا ان نتابع القانون. ابتداء من 2013 جاب المشرع مسؤوليه قضائيه للدوله، قال اذا تلفت وثيقه في محكمه من المحاكم ضاعت هذه الوثيقه، الدوله تتحمل، تعامل المشرع مع المرفق القضائي كما يتعامل كما كان يتعامل مع المرافق الاداريه سابقا، اداره سابقا كانت اذا تلفت وثيقه انها هي مسؤوليه، القضاء لم تكن عليه مسؤوليه، كانت مسؤوليه على القاضي. 2011 المشرع غير باقي المسؤوليه ديال القاضي الى دار الغش ودار الغدر ودار التدليس باختار الشورى ولا دار باقي المسؤوليه ديالو، ولكن بالاضافه الى ذلك اصبحت الاداره القضائيه، ماذا الاداره القضائيه؟ اي المحكمه، المحكمه كجهاز اذا اصبحت مسؤوله عن حالات الاخطاء التي تقع فيها والتي تلحق ضررا باحد المتقاضي. نرجعوا قلنا بان التاريخ المحدد الذي يضع على تقدم فيه المقال هو التاريخ المعتبر لتحديد اختصاص المحكمة. النقطة الثانية هو أنه تسجيل الدعوة، تسجيل تقييد دعوة أو تقديم طلب أصلي إلى محكمة من المحاكم ينزع الاختصاص عن المحاكم الأخرى التي قد تكون مختصة بدورها. نعود لها، تقديم طلب إلى محكمة مختصة ينزع الاختصاص عن محاكم مختصة أخرى. نعود هذه المرة الثالثة، قلنا تقديم طلب إلى محكمة مختصة ينزع الاختصاص عن المحاكم المختصة الأخرى، أو نعم بلغة أخرى نقول تقديم طلب يعتبر مانعا قانونيا من تقديم طلب إلى محكمة أخرى. شنو الحالة الوضعية التفسير ديال هذا الأثر؟ في بعض الأحيان المشرع في موضوع الاختصاص المحلي بصفة خاصة يترك للمتقاضي خيارات متعددة. يقول لنا مثلا إما الدعاوى العقارية، يقول لك يمكن رفع الدعوى إما أمام محكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار، أو محكمة موقع العقار، يعني جوج ديال الاختيارات. في بعض الحالات في قضايا الأسرة كيعطينا المشرع ثلاثة ديال الاختيارات،
وزع عندنا بزاف ديال كل اما في مكان ابرام عقد الزوجيه او في محل ابرام السكنه ديال الزوجه او في مكان السكنه كيعطينا خيارات كثيره. اذا في هذه الحالات في مثل هذه الحالات عندما يترك المشرع المتقاضي خيارات متعدده عندما تقيد دعوى في المحكمه الاولى المحاكم الاخرى التي كانت مختصه وفقا للنص تصبح غير مختصه بمقتضى الدعوى العقاريه اذا سجلناها امام محكمه موطن المدعى عليه تصبح المحكمه موقع العقار بحكم القانون محكمه غير مختصه والعكس صحيح اذا سجلناها امام محكمه موقع العقار تصبح محكمه موطن المدعى عليه محكمه غير مختصه وهذا بطبيعه الحال الهدف منه شنو هو؟ وتلافي تعدد وتكرار القضايا لانه هذا التكرار لا فائده فيه ولا بالعكس فيه لا يجلب اي نفع يجلب غير ضياع الاوقات الوقت ديال المحكمه وضياع المصاريف وغيرها وقد تصدر فيه احكام متناقضه وهذا اشكال اخر. هذه هي الاثار الاثار التي تنتجها الطلب الاصلي بالنسبه للمحكمه قلنا تقيد المحكمه بعناصر الطلب تحديد المحكمة المختصة تاريخ الطلب ويحدد المحكمة المختصة والطلب ينزع الاختصاص من المحاكم الأخرى. نشوف الآن آثار الطلب الأصلي تجاه العلاقة بين الطرفين. نعم ماشي كاع النزاعات البدائية بعض دائما عندما ينشئ محاكم جديده ولا اقسام جديده ولا يغير في الاختصاص كيوضع لنا واحد كيعطينا الحل هو واعي كيعرف بان هناك قضايا جاريه مفتوحه امام المحكمه الابتدائيه مثلا وجاء اعلان عن انشاء محاكم اداريه ولا محاكم جديده كيوضع لنا المشرع يقول لنا تستمر القضايا المعروضة على المحاكم حاليا في تاريخ دخولها القرن الحي 16 تستمر في نظرها. يعني المحكمة اللي كانت عندها محكمة مسجلة كانت عندها محكمة ابتدائية كانت عندها دعوة ديال الضرائب مسجلة عندها مثلا قبل دخول القرن الحي 16 تستمر في النظر فيها وتحكم فيها. لا نقولوش غنجي للمحاكم الإدارية إذا عزوا من يدخلوا عند المحكمة الإدارية ونديوا المحكمة الإدارية هذا مضيعة للوقت ولا وامر لا فائدة. إذن قلنا آثار الطلب الأصلي في بين الأطراف علاقة بين الطرفين. الآثار الأول هو أن الادعاء عموما والطلب بصفة خاصة يقطع التقادم ومن أسباب يقطع التقادم معنى يقطع التقادم تعرفون بأن التقادم هو سبب شي سقوط بدل هذه السقوط انقضاء هو سبب من أسباب انقضاء الالتزامات تقادم سبب من أسباب انقضاء الالتزامات الالتزامات تنقضي باش بالوفاء الأول والخلاص الالتزامات خلقت من أجل الوفاء بها تنقضي بالوفاء تنقضي بأسباب متعددة أخرى من بينها تقادم شنو التقادم؟ من نعرفها مرور الزمن باختصار مرور الزمن وبطبيعة الحال الزمن له فعله في كل شيء في الإنسان وفي الحيوان وفي الجماد كل المخلوقات تتأثر الموجودات تتأثر بفعل المشرع جعل من مرور الزمن سببا إما في انقضاء الالتزام أو في نشأة الحق إما في انقضاء الالتزام أو في نشأة الحق ولذلك نقول التقادم المسقط والتقادم المكسب التقادم المسقط يسقط الحق
والتقادم المكسب أن يكسب الحق. تقادم يسقط الحقوق، عند مرور فترة من الزمن، تختلف من حالة إلى أخرى. عندنا أقصى مدة التقادم 16 سنة، وعندنا تقادم في المادة التجارية مثلا 5 سنوات، وعندنا عندنا سنة، وعندنا سنتين، وعندنا أي بالأي، عندنا شهر، وعندنا بالأي، حسب أنواع القضية. مش في كل نوع من القضايا يضعوا مدة معينة للتقادم. شنو هي الهدف ديال هذا التقادم؟ علاش الهدف ديال التقادم؟ لماذا رتب المشرع سقوط الحق على مرور فترة من الزمن؟ حتى لا يبقى الإنسان متبوعا حياته كلها. دوز الزمن، كاش إنسان دار واحد الالتزام في 1960 ويبقى متحنا متبعين حتى 2060، 100 عام. لا بد أن يوضع على هذا الالتزام أجل معين. ثم المشرع بنى هذه الفكرة التقادم بناها على فكرة أن الشخص الذي يسكت عن حقه مدة طويلة من الزمن يفترض فيه أنه تنازل عنه. ما يمكنش واحد الإنسان عاقل وعنده الإرادة وما عليه لا ضغط ولا ولو ويبقى ساكتا عن حقه 40 سنة ولا 50 سنة. لا يعقل يسكت الإنسان على حقه عام عامين 3 سنين، واحد النهار يطلع له الشعر للرا يقفلوا الشعر ونوض يغوت على حقه. بالتالي إذن لابد مشروع جعل التقادم، بنى مشروع خلق التقادم كافتراض، على الصلح أو التنازل. ولذلك فين التقادم؟ فين غادي نلقاو؟ فين دخلوا المشروع في القانون؟ فين وظفوا؟ في باب القرائن القانونية. الضفوف باب القرائن، معنى شنو القرائن؟ القرائن هي افتراضات، قانونية. هي كاين افتراضات اللي حنا نفترضوها بالعقل، وكاين افتراضات اللي افترضها المشرع من تلقاء نفسه. ولكن نقولوا كاين القرائن القضائية، يعني القاضي هو اللي يستنتجها. القرائن هي استنتاجات، هي دلالات، هي إشارات، هي علامات نستنتجها بالعقل، بالعقل. مثلا دون ان نراها، يقول الفقهاء استدلال الحاضر على الغائب، نستهي على ما نستدل بها كنشاهدها، ولكن نستدل بها على امر مجهول لم نراه. بحال هاد، بحال الا فقنا في الصباح وجينا غادي في الدغيح، فتحنا الباب ولقينا الشارع مبلل بالماء، شنو نقولوا؟ طاحت الشتاء في الليل، هل راينا المطر يسقط؟ استدللنا على سقوط المطار ليلا بالارض المبلله صباحا. هذا هو استدلال، نستدل بالحاضر على الغرب، وهي من اكبر هذه الاستدلالات، هي من اكبر وسائل الاثبات. احيانا ما عندناش وسيله اثبات، فالقاضي يستعمل العقل ويستعمل عقله ويدير هذه الاستدلالات وهذه الاستنتاجات ليصل الى الحقيقه التي هي مجهوله لم يعرفها. ان هذه قسم القرائن القضائيه. الى جانب هذه القرائن القضائيه التي يستنتجها القاضي، المشرع دخل من تلقاء نفسه ووضع لنا واحد المجموعه ديال القرائن سماها القرائن القانونيه. يعني المشرع هو بوحده اللي استنتج من امر ما استنتج منه. مثلا استنتج من مرور الزمن مده معينه، ماذا استنتج؟ بحق المطالبه تنعدم، ولكن يبقى الشخص على المدين، يبقى عليه التزام خلقي بينه وبين الضمير ديالو، ولا القانون ما كيتبعوش، ولكن يبقى عليه التزام ديني خلقي. ماشي حتى ديني، التزام خلقي ولا نقدروا نقولوا ديني. اذا اراد ان يوفي لا يمنعه المشرع. اذا اراد من تلقاء نفسه وصحى ضميره وصحى عقله الى اخره، واراد ان يوفي بهذا الالتزام، لانه هو يعرف، وخا المشرع سقط عنه، ولكن هو يعرف في قرارة نفسه انه مدين، وان لم يوفي بهذا الدين. فاذا اراد ان يوفيه فلا نستطيع ان نمنعه، بشرط ان لا يكون قد صدر حكمه في الموضع. اذا صدر حكم فانه لا نسمح له بالوفاء، حتى الى صحى ضميره وبغى يوفي نقول له لا، انا في القاعده اخرى غادي تمنعنا، هي حجه.
من حيث تنفيذ الالتزام. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة التزامات، عندما تنشأ بين الناس التزامات وتخلق التزامات، هذه الالتزامات إما يحدد لها أجل وإما لا يحدد لها أجل. إما يحدد لها تاريخ كل الوفاء، مثلا شخص يقرض للآخر مبلغا من المال يعني عقد قرض، إما أن يتفق في العقد كل ترجعه لي في آخر السنة في 30 ديسمبر 2019 ويكون قد حدد أجل معين لإرجاع ذلك الدين، وإما لا يحدد كل ترجعه لي عندما تتيسر لك، يتيسر لك الأمر، عندما تتحسن أحوالك ندير لاباس تكون مزيان، رجع لي الأمانة ديالي. هنا ما حد لم يحدد طرفا، لم يحدد التزاما أو تاريخا معينا للوفاء. في مثل هذه الحالات إذن عندما يحدد للالتزام أجل معين يكون فيه الوفاء، والوفاء يجب أن يقع في 30 دجنبر 2019 نهار 1/1/2020 يعتبر مدين في حالة مطلق، على في حالة يعتبر متأخرا عن تنفيذ التزامه مع الآثار القانونية التي ترتب عن ذلك. إذن حالة المطل تحدث أو تقع من تلقاء نفسها عندما يحدد للالتزام أجل وينقضي ذلك الأجل. عندما لا يحدد للالتزام أجل معين لا بد من الإنذار، لا بد من إنذار المدين، قل له ماشي غير في الكراء، يعني في جميع الالتزامات، هو ان الانذار الكرائي شويه عنده خصوصيه معينه. الانذار في الكراء راه ماشي بحال الانذار في الرحله العامه، علاش؟ لان الكراء اداء الكراء عنده اجل، ومع ذلك زاد المشرع الانذار. هذاك الانذار شنو عنده خصوصيات؟ هذاك الانذار في الماده الكرائيه وانا كتبت فيه عنده خصوصيه معينه، ما هوش الانذار ديال المطل، يختلف عن الانذار المطل يعني في الالتزامات محدده الاجل لا يحتاج الى الانذار، ولكن في الماده الكرائيه فرض فيه المشرع الانذار لمصلحته مكتمله، فيه واحد الامتياز خفيف لفائدة المختلفة. المفروض تبقى للقواعد العامة في القانون عندما يحل أجل الأداء 30 في الشهر وما يخلصش يعتبر في حالة مطلق، ولكن يتأخر شهرين وثلاث شهور نصيفطوا الإنذار. أيوه بالوفاء، احنا قلنا إذا لم نحدد الالتزام أجل هنا لابد أن ننذر المدين، نقولوا من عسلفنا الوحده اقرضناهم مبلغا من المال وقلنا نرجعنا عندما تتيسر احوالك، ما عندنا الوجدان باش نرجعنا يعني. هنا لا يصبح في حاله مطلق الا بعد ان نوجه له انذارا وما يخلصش. طيب احنا خلينا المجال مفتوح يا للوفاء، خلينا له مفتوح، اذا راه مفتوح فوقاش غادي يتسد؟ عندما ندير نقولوا جرى والله يعش الشيطان جيب لنا فلوس ديالنا، عندما صبرنا معاك شهرين عام عامين والله ندير فهم راسك رجع لنا الفلوس ديالك، ما دام ما قصفناش الانذار معنا لازلنا متسامحين معاه، خلينا عندنا معاه بالتسامح، سير في التسامح، خلي التسامح غادي وقاش نوقفوا التسامح ما دام الزيد ما فهمش راسو، اذا نوجهوا اذا نعتبر ان في التزامات غير محدده الاجل حاله المطلق لا تحدث الا بتوجيه الانذار. والإنذار بطبيعة الحال الإنذار يمكن يكون غير برسالة غير مطالبة ودية، بإنذار عادي ولا برسالة، المطالبة القضائية هي إنذار قوي هي إنذار صريح. في الغالب ما تنمشيو له إلا من بعد ما نتجاوزوا هذه المراحل من ودية، ندخلوا لبحث المطالبه القضائيه. شنو معنى؟ احنا دخلنا للمخاصمه، احنا دخلنا للشرع، احنا دخلنا للدباز، وقبل ما نوصلوا لهذه المرحله ديال الشرع وديال الدباز
راك نبداو معاه بالتليفون، الله يخليك، الله يرحم الوالدين، الله يجازيك، انت راجل مزيان تطمنا. من بعد ما بغاش نصيفطوا له واحد السيه يخلصنا، من بعد ما بغاش نديروا له رساله مضمونه عاد نوصلوا معاه نصوروا الى المرحله القضائيه. راه بدا تكون في تكون هناك مراحل سابقه سابقه. اذا نقولوا ان المطالبه القضائيه هي انذار، مثابه انذار الى المدعي للمنتقد والمديني واعتباره في حاله المطلق. وطبعا حاله المطلق ترتب عليها اثار قانونيه تنص عليها المشرع. اثار هي اولا فوائد التاخير، هي فوائد التاخير اولا، وترتب عليها اثار اخرى اكثر اهميه وكبار من فوائد التاخير، وهي تحمل المسؤوليه. فاز اللي يقراو عندي في استروا وتعالى المسؤوليه، المسؤولية التقصيرية قلناها ولا المسؤولية العقدية. شنو يترتب على تأخر على 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 مطل المدين؟ زيد هذيك هو القاهرة تمام الحكمة. إذا تأخر ما رجعناش واحد الحاجة كانت عنده خليناها له ما رجعها الناس، يا واحد تاريخ معين كان خصو يرجعها لنا في 30 يناير وما رجعها الناس، وجات القوة القاهرة جا الفيضان ولا الجفاف ولا ها ودات هذاك السيد يتحمل المسؤولية، يتحمل. نقولوا إذا أثار القوة القاهرة والحادث الوجائي وهذيك هذيك الحالات ديال الإعفاءات ديال المسؤولية اللي كيتعفى يتعفى منها الإنسان، هو لا يعفى منها. لماذا لا يعفى منها؟ لأنه متأخر، لأنه متماطي. لو نفذ التزامه في الوقت المناسب لما وقع ما وقع. علاش حملنا المسؤولية ديال القوة؟ كون نفدتي رجعتي لنا الأشياء ديالنا في وقتها، واخا جا الفيضان ولا جات الشتاء، كون راه حنا نكونوا مسؤولين، ماذا محتفظت بها في تحت يديك؟ دور من؟ العدوان. إذا أنت غادي تحمل المسؤولية. إذا هذا الأثر تنقولوا يعتبر يترتب على المطالبة القضائية إنذار المدين واعتباره في حالة مثل من حيث فيه الالتزام. القاعدة الثالثة، يترتب على المطالبة القضائية حق المدين، حق الدائن، عفوا حق الدائن، دائن هو المطالب القضائي، حق الدائن في استيفاء فوائد الدين، في استيفاء الفائدة القانونية عن الدين. يترتب على المطالبة القضائية حق الدائن في استيفاء فوائد قانونية عن دينه. هذه الفوائد القانونية إذن تحتسب من تاريخ تقديم الطلب. شخصي دائن للآخر بمبلغ من المال 20 ألف درهم ولا 30 ولا 50 ألف درهم من تاريخ تقديم المطالبة القضائية، ذلك الرأس مال أو ذلك الدين ينتج فوائده القانونية اللي هي 6%. فائدة قانونية هي 6% من تاريخ عند الحكم للدرس. لان علاش رتبنا هذه الفائده؟ علاش رتبنا هذه الفائده؟ لان المحكمه لن تحكم في اليومين الموالي، ماشي اللي قدمنا الطلب نهار 23 مارس المحكمه غادي تحكم لنا نهار 20 ابريل، غادي تحكم لنا يمكن في 2021 حسب الاجراءات ديال الدعوه، يمكن اقل يمكن 2020، يعني واحد المده غادي تنصار ما بين تاريخ تقديم الدعوه وتاريخ الحكم فيها. في هذه الفتره أداد الدين ينتج فوائده القانونيه التي نص عليها وطبيعه الحال لا تخلطون بين الفوائد القانونيه التي نص عليها القانون والفوائد المحرمه، حاجه اخرى موضوع اخر. الفوائد المحرمه هذاك عندما تبرم في عقد بين شخصين مسلمين، جوج ديال الناس المسلمين انا وواحد اخر نديروا واحد يعطيني واحد القرض ولا نعطي واحد القرض ونقول له اللي ترجع لي فوائد 15% فائده، هذا عقد، هذا عقد محرم، عقد باطل، نص فصل خاص يحكمه في قانون التزامات والعقود. اما الفوائد القانونيه اللي نسميها قانونيه لانه نص عليها القانون وتعتبر فوائد تنتجها جميع الديون. هذه الآثار التي تترتب عن
تترتب عن تقديم عن طلب أصلي من بين الأطراف. الآثار الآن التي ينتجها التي ترتب على إلا خليت شي حاجة راني خليتها متعمد، ما بغيتش نقولها لكم، ولذلك لا تسألوا عن أمور كاين شي حاجة كاينة في الكتاب وما قلتهاش، راه ما قلتهاش عن عمد وعن قصد، خليتها لأنه تكون فيها صعوبات ولا تكون فيها أمور. نمشيو لآثار آثار الطلب الأصلي على الحق، على الحق موضوع، على الحق موضوع النزاع. طبعا لكل دعوة ولا لكل ادعاء حق، وهو موضوع هذا النزاع. هذا الطلب الأصلي يرتب آثارا على هذا الحق. أولا يحوله أو يجعل منه حقا منازعا فيه، الخاصية الأولى يجعله حقا منازعا فيه. يعني منازعا فيه أصبح موضع خصام، أصبح هذا الحق موضع خصام، لم يعد حقا خالصا صافيا كما كان من قبل. الآن بعد أن رفعت بشأنه دعوى قضائية، إذن أصبحت فيه منازعة. والحق عندما يصبح محل منازعة تنقص قيمته القانونية، تنقص قيمته القانونية وحتى اقتصادية، ولكن من جهة اليمنى تنقص قيمته القانونية من حيث أنه أن بعض التصرفات لا تجوز عليه. تنقص قيمته القانونية، تنقص قيمته القانونية من حيث أن بعض التصرفات التي تباح بالنسبة للحقوق الأخرى هو لا يكون موضعا لها، لا يكون موضع عندها، يعني بعض التصرفات لا يجوز إجراؤها على الحق المتنازع فيه. ومن أهم هذه التصرفات الحوالة، من أهم هذه التصرفات الحوالة. الحوالة شنو هي الحوالة؟ حوالة هي إحالة الدين من دائن. حال اللي عندنا في التيزف، حال اللي عندكم في الكمبيالة، حال اللي عندكم في الكمبيالة. الكمبيالة هي نموذج ل قواعد الحوالة الدين. حوالة هي أن يحيل دائن دينه إلى دائنه هو. أن يحيل دائن دينه إلى دائنه هو، وله دين على شخص ثالث فيحيل ذلك الدين. هذه نسميها الحوالة. نقول المحيل والمحال إليه والمحال عليه. وما اللي نقول له في سميته في الكمبيالة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. المحيل المحال له والمحال عليه. عندما في القواعد العادية للحوالة لا نحتاج إلى موافقة المدين. إذا بغى الدائن الدائن يحول دينه إلى دائنه، يحول يتفق مع الدائن ديالوي وتوقع الحوالة. قول له أنا اللي كنزل لهذا الشخص مبلغ من المال، أنا كنحوله لك أنت استخلصه. لا نحتاج إلى موافقة المدين. عندما يصبح الدين منازعا فيه نحتاج إلى هذه الموافقة. إذا ما أعطانا إذا لم نحصل على موافقة المدين الحوالة لا تصح. خصنا ناخذ الموافقة ديالو. علاش اشترط المشرع ناخذ الموافقة ديالو؟ لأنه ينازع في ذلك الدين. علاش ناخذ الموافقة؟ لأن إذا أعطانا الموافقة محل إلى أنه اعترف بالمديونية. إذا أعطانا الموافقة هذا اعتراف ضمني بالمديونية، إذا ملي نمشيو للمحكمة ونطالبوه بهذاك الدين غادي نواجهوه باعترافه الضمني. نقول له كيفاش تقول لنا ما نسالوكش وأنت اعترفت إن أعطيتنا الموافقة على الحوالة؟ إذا لهذا اشترط المشرع في حوالة الدين في الدين المتنازع عليه ضرورة موافقة المدين المحال عليه، ضرورة موافقة المدين المحال عليه. والآثار الأخير هو أن الحق موضوع الطلب، هو أن الحق موضوع الطلب يصبح قابلا للانتقال إلى الورثة، يصبح قابلا للانتقال إلى الورثة حتى ولو كان في أصله غير قابل لهذا الانتقال. نعود لها.
أن الحق عند المطالبة به قضاء يصبح قابلا للانتقال إلى الورثة، حتى ولو كان في أصله لا يقبل هذا الانتقال. شنو نموذجه؟ طلب التعويض عن ضرر المعنوي، طلب التعويض عن ضرر المعنوي. هذا الطلب هو طلب شخصي، لا ينتقل إلى الورثة. ما يمكنش واحد يجي يقول يرفع دعوى يقول الموريث ديالي آلمه أمر ما وأطالب بالتعويض له، وهذاك التعويض أعطيه لي أنا، وراه تعلم وشعر بالآلم ومات، وأنا نجيب لي هذاك التعويض. هذا مثل هذا الطلب هو طلب غير مقبول. طلب التعويض المعنوي هو طلب خاص بصاحبه، هو الذي شعر بالألم، هو الذي شعر بالحزن، إذن هو وحده من يستحق، وهو وحده من يملك حق المطالبة به أو عدم المطالبة. يمكن له خاف الألم ولا كل مزاج، ويمكن ما يطالبش به، يمكن يسامح، يعني ما يمكنش حد آخر يحل محله ويقول لا خصنا نعطيه هذا. نقول طلب التعويض عن الضرر المعنوي هو شخصي لا ينتقل الى الورثه. نحن حقوق الماليه الاخرى كلها تنتقل الى الورثه، كلها بجزء. حقوق الماليه ديال الميت كلها تنتهي جزء من تركته، وتنتقل الى لكن عنده واحد دين يدائن له لشخص اخر وتوفي، من حق ورثته ان يطالبوا ذلك المدين بدين مورث له مبلغ من المال يدخل في التركة. ولكن التعويض عن الضرر المعنوي هذا لا يدخل في التركة، انما اذا طالب به الميت قيد حياته بمطالبه قضائيه هنا يصبح جزءا من التركة، وينتقل الى الورثه. اذا شنو قلنا في القاعده؟ قلنا ان التعويض عن ان الحق المطالب به قضاء ينتقل الى الورثه حتى ولو كان في أصله وفي طريقه غير قابل للانتقال، ونموذجه كما قلنا هو الطلب عن التعويض المالي. نعم. تنتهي بموت المتهم، الدعوة المدنية تنتقل إلى الورثة. معنى الدعوة المدنية تنتقل إلى الورثة، شخص عنده دعوة أمام مرفوعة أمام المحكمة وتوفي، الورثة يستمرون هو محكوم عليه. طبعا إذا حكم عليه هو يأخذ من تركته، قاعدة شرعية وفقية، لا يلزم الورثة في ديون مورثهم إلا في حدود التركة ومدى بكل واحد منهم. قاعدة جوارية، ما يمكنش السيد كان مبرع بحياته خلى الديون متراكمة عليه ويجيو الورثة يخلصوا عليه، مش يدخل في المخ؟ ما يدخلش في المخ. لا يعقل ان واحد يخلي الديون ويجيو الابناء ديالو ولا الورثه ديالو يخلصوا عليه الديون. لا، واش قال؟ ورثة لا يتحملون الا في حدود، ولذلك قال ولكن كذلك الورثه ما يقولوش ما عندوش عاود الحق يقولوا الا خلى ديون وخلى تاركه، ما يقدروش يقولوا لهذوك الدائنين تبعوه خلا تاركة، خلا ما يؤدي به دينه، إذا نأخذ ديونه من تاركة. ولذلك نقول القاعدة كذلك لا وصية إلا بعد سداد الديون، إلا بعد إخراج الديون، الديون هي الأولى، وهذيك الديون حتى هي فيها التفاصيل، ماشي كاع كاين الدين الأول والدين الجواز والدين الثالث، على حسب يمكن ما يكفيش. نبداو باش نبداو؟
جنازة مصاريف الجنازة هي الأولى بطبيعة الحال، من بعد لا بقات شي حاجة عن ذكره. طيب ننتقلوا باختصار شديد للنوع الثاني من الطلبات، الطلبات العارضة. الطلبات العارضة سميناها عارضة لأنها تأتي بعد الطلب الأصلي، تأتي بعد الطلب الأصلي أي تقدم بعد أن يقدم الطلب الأصلي. ولكن شيء يقول هذا أمر عارض أي أمر طارئ، طرأت بعد تقديم الطلب الأصلي. ولكن نعرف الطلب العارض، نقول فيه أن الطلب العارض يقدم بعد الطلب الأصلي، كل طلب يقدم بعد الطلب الأصلي أيا كان مصدره، أيا لسنا هاد كي أيا كان مصدره، لأنه عنده مصادر ديالو متنوعة، عنده مصادر ديالو متنوعة. هاد الطلب العارض يمكن أن يأتي من المدعي نفسه، يعني هذا اللي قدم صاحب الطلب الأصلي يقدم طلبا عارضا، يزيدنا واحد طلب واحد آخر. ويمكن أن يطلب العارض من المدعى عليه اللي هو الخصم دياله، ويمكن أن يقدم من طرف ثالث متدخل أو مدخل. ولذا قلنا إذن مصدر الطلب العارض إضافتها للدعوة الأصلية، سمح بإضافتها للدعوة الأصلية. لماذا سمح المشرع؟ ربح للوقت، لوقت الأطراف ولوقت المحكمة. كان يعني يمكن أن نفصل هذا، نقول لا تعالى تقبل الطلب الأصلي، اللي عنده شي طلب آخر يرفع به دعوة مستقلة. ولكن لا، المشرع راعى اعتبارات أخرى، رأى أن المصلحة القضائية تقتضي أننا نجمع جميع النزاعات وإصدار حكم واحد فيها ربحا لوقت المحكمة ولوقت الخصوم، مش الناس غاديين جايين للمحاكم. فنقول ان الطلبات العارضة هي دعاوى مستقلة، ولكن المشرع سمح واجاز باضافتها للطلبات الاصلية ربحا للوقت واقتصادا تخفيفا على المتقاضي. نعم تفضل. هل تنتظر انه الطلبات العارضة عناصر الدعوة الاصلية؟ احنا جايين الشروط ديالها، احنا جايين نزيه. حنا لما كنت نتحدث عن الطلبات العارضة بصفة عامة نسميها طلب فرنسوية كنقولوا دوموند اديسيونيل هي الجمع. انت مشيت للقهوة ولا لا قلت لك جيب لي لاديسيون، جيب لي حساب او مضادة، يعني قابلوا بها الطلبات التي قدمها المدعو. واذا جاءت من الغير سميوها طلبات تدخل او ادخال، سميوها طلبات تدخل. جاء الطلب العارض من شخص ثالث نقول طلب تدخل ويريد ان يتدخل، او اننا وجهنا هذا الضوء فسميناها طلبات ادخال. اذا شنو عندنا الطلبات العارضه؟ عندنا ثلاثه الانواع: اضافيه مقابله والتدخل والادخال. كل وحده، كل نوع من الطلبات لها خصوصيتها ولكن لها قواعد عامة مشتركة. نتحدث أولا عن القواعد العامة المشتركة لهذه الطلبات التي تحكمها كلها، ومن بعد نقول كلمة في كل نوع من هذه الطلبات. أولا نتكلم على القواعد العامة لتقديم الطلبات العارضة، اللي كيسميها النظرية العامة للطلبات العارضة. النظرية العامة، على النظرية العامة أي مجموع القواعد العامة التي تحكم تقديم الطلبات العارضة. هاد القواعد العامة وباش ما ننتهوش فيها حتى لا ننتهى فيها، كتتعلق بجوج ديال المسائل، فيها تفاصيل كثيرة ولكن ما نقولوش الشيطان الموجود في التفاصيل كما كيقولوا. ركزوا على 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 جوج ديال الأفكار. القواعد العامة، هاد القواعد العامة تتعلق بالشكل وبالوقت، جوج ديال الأفكار اللي كيبين لنا حددنا هذه القواعد العامة. القواعد العامة تتعلق بالشكل الذي يقدم به الطالب العارض، كيف يقدم و يعني جوج ديال الأسئلة في الحقيقة: كيف ومتى، كيف يقدم الطالب العارض ومتى يقدم الطالب العارض. النظرية العامة كلها تجيب عن هذين السؤالين المحوريين.
كيف يقدم الطلب العارض؟ الجواب كذلك بسيط، فيش بنفس الشكل الذي يقدم به الطلب الأصلي، بنفس الشكل الذي يقدم به الطلب الأصلي. وهنا بطبيعة الحال خصنا نرجع للطلب الأصلي، نرجع للقواعد ديال الطلب الأصلي. الطلب الأصلي يقدم بمقال الكتابي أو تصريح شفوي في عدد من النسخ مساوي لعدد الخصوم، يتضمن البيانات اللي نصت عليها المواد 31 و 32، لابد من تقديم رفقه بالحجج ومن أداء الرسوم، ومن أداء الرسوم القضائية. وهذه النقطة ديال الرسوم فيها شوية ديال كثير 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 من حتى من المحامين كيغلطوا، خاصة بالنسبة لطلب الطلب الإضافي. الطلب الإضافي اللي يقدمه المدعي، يقدم المدعي واحد طلب أصلي ومن يجي يقدم الطلب الإضافي لا يجب أن يدفع. نعم، وهذا هو الغلط الذي يقع فيه كثير. قلت كيف مسكين مسكين يقدم الطلب في الرسوم غادي؟ نعم، يجب أن يدفع الرسوم الثانية. الطلب يجب أن يقدم بنفس الشكل الذي يقدم به طلبه الأصلي. قدم طلبا أصليا دفع رسومه، أراد أن يقدم طلبا إضافيا يجب أن يدفع عنه رسوم أخرى. نفس الرسوم يدفع الرسوم التي دفعها في المقال الأصلي يدفعها بالنسبة للمقال الإضافي. إذا لابد، هذا هو نفس الشكل، هذا هو نفس الشكل. وكثير من الطلبات الإضافية تقدم للمحكمة دون رسوم، المحكمة لا تلتفت إليها. كما تدرس ما محتاجش إجراءات، إذا طلبك ويجي نازع يقولك ما قدمت المحكمة لم تنظر في الطلب الإضافي، المحكمة لم تنظر في الطلب الإضافي لأنه لم يقدم إليها أصلا. لم يقدم إليها، لم يقدم إليها، لم تدفع عنه رسوم. ها، إذا إجراءات لابد أن تحترم. إذا قلنا الطلب الإضافي، الطلب العارض عموما يجب أن يقدم بنفس الشكل الذي يقدم به الطلب الأصلي، وبعض ما يدخل في الشكل الطلب الأصلي أداؤه الرسوم، يعني حتى عنه، حتى ولو كان مقدمه قد سبق له تقديم الرسوم عن مقاله الأصلي. نعم، لا هذا ماشي صحيح ديال المصدر، صحيح المصدر في البيانات، صحيح المصدر في البيانات ماشي في اداء الرسوم. اداء الرسوم راه مفروض، هذا امر واجب، المدعي ولا المتقاضي عليه ان يعرف بانه يجب ان يدفع الرسوم. عدم دفع الرسوم يترتب عنه عدم قبول المقال شكلا. العارض ما يقدم بنفس الشكل الذي يقدم به الطلب الأصلي. ولكن يضيف الفقهاء كيقولوا يقدم الطلب العارض بنفس الشكل الذي يقدم به الطلب العارض حالا وأداء يعني حال يعني بحاله كما بنفس البيان، وأداء يعني الرسوم، حالا يعني على الحالة، نفس الحالة التي قدم طلبي، وأداء يعني مع أداء الرسوم. الآن الوقت الذي يقدم به الطلب العارض، الوقت الذي يقدم به الطلب هذا يحتاج إلى بعض التدقيق. لماذا؟ نحن قلنا بأن الطلب العارض أي كان مصدره هو طلب، هو دعوة مستقلة سمح المشرع بإضافتها للطلب الأصلي لغاية معينة. شنو هي الغاية؟ ربح الوقت. إذا هذه الغاية ما كانت غادي تتحقق أو تحول إلى العكس،
إذا الطلب العارض ما تقبلوهش، لا تقبلوا المحكمة. إذا تبين بأن الطلب العارض غادي يدير لنا يحدث لنا العكس، معناها غادي يحدث لنا العكس، أي سوف يعطل الفصل في النساء، يزيد يعطلوا ولا يعقدوا أو إلى غير ذلك، هنا يكون الطلب مؤمن. المشرع في هذه النقطة وضع جوج ديال القواعد. الوقت الذي يقدم فيه الطلب، قالنا يجوز تقديم الطلبات العارضة، يجوز تقديم الطلبات العارضة إلى حين وضع القضية في المداولة. إلى حين هذا هو الوقت ديالو. وقاش تقدم؟ يجوز يعني تقديم الطلبات العارضة إلى حين، إلى حين إدخال القضية المداولة. هذا هو الوقت، أعطى وقت، وقت طويل جدا. وقت طويل جدا، قال يجوز تقديم إلى حين وضع. متى تدخل القضية إلى المداولة؟ عندما تكون جاهزة، عندما تستوي كما يقول الممارسين، عندما تستوي، معنى تستوي أي أصبحت القضية مستوية لا تحتاج إلا إلى الحكم فيها، يعني تم الاستماع إلى الأطراف، قدموا المذكرات ديالهم وتبادلوا المذكرات والتعقيبات فيما بينهم ودرنا وتم التحقيق في هذه القضية، تم استماع الشهود إذا كان فيها شهود وأجريت الخبرات فيها إذا كانت تحتاج إلى خبرة وتمت فيها جميع والمعاينات جميع وسائل التحقيق تم، إذا تمت أصبحت القضية، عندما تصبح القضية جاهزة إذا هنا يجي الدور ديال المحكمة، نقولوا تدخل القضية إلى المداولة، تدخل القضية إلى المداولة، الأطراف قدموا ما عندهم إلى المحكمة والمداولة تأخذ الوقت. إذا قلنا المشرع يمكن تقديم طلبات العارضة إلى حين، يعني أثناء المرافعات وأثناء الخبرة وأثناء كل هذه المراحل التي تستغرق، تقديم الطلب العارض جائز. مش الإحسان محب وقتين طويل لن تقديم الطلبة العارضة، لكن قال بالإضافة إلى هذا وخوضع هذه القاعدة، وضع القاعدة انتبه إلى أنه يمكن وقت حتى ولو قدم الطلب العارض قبل إدخال القضية المداولة يمكنه أن يعطل القضية، حتى ولو قدم في الوقت دياله الطبيعي يعني قبل إدخال القضية المداولة يمكن مع ذلك أن يعطل الفصل، من أن يعطل يعني أن يطيل عمر النزاع. فكيف ما الحل هنا؟ المحل هنا هو أن المشرع قال يمكن للمدعى عليه، مدعى عليه يعني شكون مدعى عليه؟ يعني الذي قدم في وجهه طلب مقابل أو عارض، يمكن له أن يطلب من المحكمة الحكم في الطلب الأصلي أولا وإرجاء النظر في الطلب العارض. يمكن للشخص الذي واجهه بطلب عارض سمح له المشرع بأن يطلب من المحكمة الفصل بين الطلب الأصلي دياله هو والطلب العارض. ماذا يقول المحكمة؟ يقول المحكمة أطلب منك يا محكمة أن تفصلي أولا في الطلب الأصلي ديالي، وبعد ذلك يكترب ديالي جاهز للفصل فيه، إذن أحكمي فيه أولا والطلب ديال الخصم ديالي تحكمي فيه بعدين بعد التحقيق فيه وبعد. شنو هي الوضعية هذه المفترضة في هذه الحالة؟ وضعية مفترضة أنه يكون الطلب الأصلي قد حقق فيه، استمعت محكمة إلى الطلب وتم فيه التحقيق وأصبح جاهزا للفصل فيه، ولكن المحكمة ما زال ما دخلتوش المداولة، إذا لا زال الوقت باقي بالنسبة للخصمين لتقديم طلب مقابل. إنما عندما يقدم هذا الخصم هذا الطلب المقابل يتبين بأن هذا الطلب المقابل هو طلب يحتاج فعلا إلى وقت طويل من أجل الفصل فيه، هو بدوره يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى استماع فيه إلى شهود، ويحتاج إلى ربما إلى خبرة، ونحتاج هذا وقت يأخذ وقتا طويلا. حال مثلا الطلب الأصلي يكون الموضوع دياله هو المطالبة بدين، مع الشخص يقول لأخوان دائما لتمنى من المال السنة ديال الديونية ديالي، إذن الطلب دياله سهل التحقيق، ويجي الطلب
الخصم ديالو قدمه بطلب المضاد شنو يقول فيه؟ يقول فيه في تاريخ معين صدمتني بسيارتك وسببت لي ضررا، وكنطلب من المحكمة تدير الخبرة عليا وتحدد لي التعويض اللي نستحقه، وبعد ما تحدد لي التعويض اللي نستحقه تدير المقاصة بين ما يطالب به صاحب الطلب الأصلي وبين التعويض الذي سوف تقرره لي في طلب. إذا بالمثل على نقول هذا الطلب المقابل هنا مشروع جاء في وقته، إنما يطيله نشني إطالته أمدي المسطرة. إذا تحكم المحكمة لصاحب الطلب الأصلي بدينين وترجئ النظر، تؤجل النظر والبت في الطلب العارض لخصمه إلى أنه يحتاج إلى هذه التحقيقات وإلى وقت الإطوار. هذه باختصار هي القواعد العامة للطلبات العارضة. نتوقف هنا وفي حصة مقبلة.